من اللحن ما يغير المعنى ومن اللحن ما لا يغير المعنى. إذا قرأ الشخص مثلا في الفاتحة بدل إياك نعبد قرأ بدون تشديد الياء إياك نعبد، ما شدد الياء، ما أتى بالشدة على الياء، هذا لحن يغير المعنى، لأن الإياك معناه غير إياك. إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة يا رب، إياك معناه ضوء الشمس، الإياك ضوء الشمس، فإذا قال إياك نعبد معنى كلامه نعبد ضوء الشمس. فإن كان يعرف المعنى، يعرف المعنى وتعمد أن يقول ذلك كفر، فإن كان لا يعرف المعنى وقال ذلك فسدت صلاته. فلا بد أن تتعلم التلاوة من أهل المعرفة الثقات حتى تتقن قراءة كلام الله. أنت تقرأ كلام الله، مش عم تقرأ قصيدة للمتنبي، لأن الوقوع في اللحن قد يوقعك في الإثم، وقد يوقع بعض الناس في الكفر والعياذ بالله. لو قرأ مثلا إياك نعبد بفتح الباء، نعبد، عبد يعبد، يعني معناه جحد يجحد، أنكر ينكر، يا لطيف، بدل أن يقول إياك نعبد نخصك بالعبادة يا الله صار المعنى نجحدك يا الله ننكرك، هذا لحن مخل بالمعنى. من كان يعرف المعنى وتعمد أن يقول ذلك كفر. ولا بد أن يقرأ كتاب الله على قارئ متقن. ليش متقن؟ لأنه إن أخطأ يصوب له، يقوم اعوجاجه، إن حصل منه لحن يصلح له لسانه، إن أخرج حرفا من غير مخرجه الصحيح يعلمه المخرج الصحيح لهذا الحرف، حتى يأتي بآيات كتاب الله تعالى على الوجه المتلقى، على الوجه المنقول المتبع بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة متبعة عن القراءة، عن تلاوة كتاب الله، العلماء يقولون سنة متبعة. شو يعني سنة متبعة؟ يعني تقرأ تتلو القرآن كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، كما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام على جبريل. نعم نحن لا نبلغ حلاوة وعذوبة وحسن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حلاوة وعذوبة وجمال صوته صلى الله عليه وسلم، ولا نبلغ حسن أدائه عليه الصلاة والسلام لآيات كتاب الله، لكن لما قرأ عليه الصلاة والسلام هناك أحكام للقراءة ذكرها العلماء أخذا من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يحرص قارئ القرآن الذي يريد أن يتلو القرآن على الإتيان بهذه الأحكام، على الإتيان بهذه الأحكام. مثلا لا يجوز له، للقارئ لمن يتلو القرآن، لا يجوز له أن يترك المد الطبيعي حيث هناك مد طبيعي. شو المد الطبيعي؟ اللي هو مقدار حركتين. مثلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية لقد جاءكم، مدينا أربع حركات، هذا اسمه مد متصل. يجوز أن تترك المد المتصل، لكن
لا بد أن تأتي بمد طبيعي. لو قرأت لقد جاءكم، لقد جاءكم، تكون أتيت بالمد الطبيعي، ما عليك ذنب. أما ترك المد الطبيعي كيف تصير؟ لقد جاءكم، لقد جاءكم، حرام. فلا يجوز أن يترك المد الطبيعي، كما لا يجوز أن يبدل حرفا بحرف، لا يجوز أن يغير حرف الطاء إلى تاء. والسماء والطارق، ليس له أن يقرأ والتارق، أبدل الطاء تاء. ولا يجوز أن يغير حرف الضاد إلى دال، ضاد دال، المخرج يختلف. فلا بد أن يأتي بالحروف من مخارجها. هناك 17 مخرجا كما ذكرنا عندما كنا نعطي في كتاب تحفة الأطفال، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، كما في متن الجزرية. لذلك أول ما ينبغي إذا أردت قراءة القرآن حتى تكون ناصحا لكتاب الله تعالى، أول ما ينبغي أن تتعلم كيفية إخراج الحروف من مخارجها، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه.